زي ما احنا عارفين وكلكم عارفين ان التهاب المفاصل بيعد من اشد انواع الالم، وخلينا نقول ان اكتر المفاصل اللي بيحصل فيها التهاب الركب وبعد كده الكتف وبعد كده الحوض. حلقة النهاردة من جوه الصيدلية هنناقش ألام المفاصل، وهنناقش ايه هي المكملات الغذائية والروشتة اللي انت ممكن تاخدها من الصيدلية من غير كلام كتير. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. ولان اكيد دعمكم بيفرق، فكل دوسة على اي زرار سواء كانت لايك او انك تعمل شير لمحتوى الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه، ده بيدعمنا جدا جدا جدا. هتلاقوا لينك لصفحة الفيسبوك والانستجرام علشان نبقى على تواصل دايما مع بعض ويوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم من كل قلبي على دعمكم. عمرو ابو بكر، اهلا بيكم في حلقة النهاردة، حلقة جديدة من جوه الصيدلية بنتكلم فيها عن التهاب وخشونة المفاصل. والمفصل ده هو عبارة عن حاجة بتوصل عظمتين ببعض، بيكون فيها غضروف في النص عشان يقلل الاحتكاك. حوالين الغضروف ده في حاجة اسمها سائل زلالي، السائل ده بيكون دوره زي المزلق، وكمان في مكونات بتعالج الالتهاب لما بيحصل، وبتساعد كمان على ان الغضروف ده يشتغل بشكل طبيعي، سواء حصل فيه التهاب او حصل فيه اي نوع من انواع الاحتكاك يبدا يروح مع الوقت بما ان الجسم بيعالج نفسه بنفسه. لكن لما الغضروف ده بيتاكل وبيتكون مكانه نتوءات في العظم، طب احنا عشان نفهم الموضوع ده خلينا اقول لكم ان الموضوع بيعدي على ثلاث مراحل. المرحله الاولى بيحصل الاحتكاك، احتكاك ما بين العظمتين والغضروف، جسم بيقدر في اللحظه دي او بيقدر في الوقت ده ان هو يعالج نفسه بنفسه بعد فتره، زي ما تكون انت بتلعب ماتش كوره وتجري شويه وبتاع، فبتحس شويه بالم في ركبه، وبعد 12 ساعه كده ولا حاجه تلاقي الموضوع بدا يخف تماما. بنروح للمرحله اللي بعدها لما الاحتكاك ده يزيد عن حد ويبدأ يحصل تآكل خفيف في الغضروف ده، فيبدأ شوية يبقى فيه ألم وتورم بشكل مش طبيعي. المرحلة دي بتتطور بشكل كبير جدا لما بنوصل في الآخر لحاجة اللي هو الغضروف ده مش موجود، سائل الزلالي اللي حوالينه بدأ يجف جدا، فبالتالي بيكون العظم من كتر ما بيحتك بيكون فيه نتوءات. الاحتكاك العظم ده على بعضه بيخلي الألم لا يحتمل. في كل مرحلة من المراحل دي بيكون في نظام علاجي مختلف. يعني في المرحلة الأولى والثانية احنا ممكن ندي مسكنات للألام وضاد للالتهاب، وممكن ندي مكملات غذائية من دورها ان هي تقلل الالتهاب وتسهل عملية الليونة وتسهل عملية الالتهاب. طيب خلينا قبل ما نروح على العلاج نعرف، طيب هي ايه الأسباب اللي ممكن تخلي موضوع الالتهاب ده يزيد لحد لما نوصل ان يحصل تآكل تماما في الغضاريف. لو جينا بصينا على اكتر المسببات ان اللي يحصل اكلان ده بسرعة والالام ده بسرعة هي زيادة الوزن. فاول حاجة لو انت عايز تقلل الضغط على الغضاريف لازم تقلل الوزن. تاني حاجة هو المجهود البدني الشاق، علشان كده شباب كتير جدا، وانا هنا بتكلم على شباب اللي بيجروا كتير او بيشيلوا اوزان بدون حسبان وفاكرين ان هي فتاكة ونصاحة، يعني بيجي لهم حاجة اسمها التهاب في صابونة الركبة اللي بنطلق عليها كوندرو ماليشيا، وبنسمع كتير صوت زي صوت الطقطقة في المفاصل او صوت الطقطقة في الركبة لما يجي يحركها. تالت حاجة معانا مع تقدم العمر الجسم بيبقى اكثر عرضة للالتهاب، واخر حاجة معانا هي في امراض كتير بتهاجم الجسم زي النقرس والروماتيزم بتخلي الجسم ممكن يهاجم نفسه او بتخلي يحصل تآكل للغضاريف بشكل اكبر. طيب خلونا دلوقتي نروح على روشتة الادوية اللي ممكن نجيبها من الصيدلية. انا هحط لكم صور لبعض الادوية والمكملات، لو موجودة عندكم في بلادكم هاتوها، لو لا فاحنا هندور على اي حاجة شبهها. ومفيش حاجة اختراع، يعني لو رحت للصيدلي وقلت له انا عايز حاجة تكون فيها الاكتيف انجريدينت دي او المكونات دي هيجيب لك حاجة شبهها. الحاجات دي انا جربتها مع والدتي ووالدي ربنا يديهم الصحة والعافية. الروشيت اللي انا بقولها دي للحالات زي ما قلت، الحالات العادية والحالات المتوسطة. اول حاجة معانا في الروشيت هو شراب الكولاجين. اي نوع من شراب الكولاجين، شراب الكولاجين من النوع الثاني، وانا دايما بفضل الشراب مش الكبسولات ولا البودر لانها بتكون صعبة الامتصاص وصعبة انك تستمر عليها. زي ايه الاسم التجاري اللي موجود؟ حاجة اسمها CH-alpha. تركيزه بيكون قد ايه؟ تركيزه بيبقى 10,000 وحدة. بيتاخد امبولة كل يوم
لمدة 3 شهور على الأقل. طيب اشمعنا الكولاجين بدأت بيه أول حاجة؟ لو جينا بصينا على تركيب الكارتليج أو الغضاريف بنلاقي إن 50% من تركيب الكارتليج هو بيتكون من الكولاجين، والكولاجين معروف إن هو بالنسبة الكبيرة بنسبة 10,000 ميلي جرام يوميا مش بس بيشتغل إن هو بيخلي الغضروف يبدأ يبني نفسه من أول وجديد أو يعمل هيلينج من أول وجديد، لا كمان إن هو لقي إن هو تأثيره كمسكن للألام قوي جدا جدا ومضاد للالتهاب كمان، عشان كده من أكتر الحاجات اللي بتقلل صوت الطقطقة وبتقلل ألام المفاصل الكولاجين النوع الثاني اللي موجود في السوق سواء تحت اسم سيتش ألفا أو حاجة تانية. العلبة بتكفي شهر سعرها تقريبا 300 درهم، أنا هنا هتكلم بالدرهم لأن أنا في الإمارات. تاني حاجة في روشتة بتاعتنا النهاردة هو حاجة اسمها الكارتي جوينت، عبارة عن فوار بيجي يتحط في مية وتشرب، طعمه عادي جدا، عبارة عن كوكتيل كده، كوكتيل المفاصل. ليه بقى كوكتيل المفاصل؟ لأنه هو بيحتوي على مكونات كلها مهمة جدا للمفاصل والعظم. زي ايه؟ أول حاجة بيحتوي على الجلوكوزامين، والجلوكوزامين ده هنلاقيه بيدخل في تركيب السائل الزلالي، وهو مسؤول عن شوية حماية الغضاريف وبنائها كده ومحافظة عليها من التآكل. كمان ليه دور كمسكن للألم. كمان بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على الكوندروتين. الكوندروتين ده العنصر ده موجود في تركيب الغضاريف كمان، يعني بيكون تقريبا 30% من الغضاريف، وده بيساعد الغضاريف على منعها من التآكل وبيساعدها على ان هي تخلق نفسها من اول وجديد. كمان بيحتوي على فيتامين سي، وده فيتامين سي زي ما احنا كلنا عارفين ليه دور فعال جدا في بناء الكولاجين اللي لسه متكلمين عليه من شوية. كمان بتحتوي على نسب كويسة جدا من الكالسيوم وفيتامين د اللي الجسم والعظم محتاجهم علشان يبدأ يبني نفسه من أول وجديد. زي ما قلت لكم هو عبارة عن أكياس بتدوب في كوباية مية، كيس واحد في اليوم لمدة قد إيه؟ لمدة 3 شهور. العلبة سعرها تقريبا 160 درهم، ممكن تلاقوا حاجات زيها كتير سواء أرخص أو أغلى. ثالث حاجة معانا النهاردة في الروشتة هو الكركم. الكركم كنا عملنا عنه حلقة قبل كده ويمكن اتكلمت عنه في حاجات كتير جدا. الكركم بيعتبر أكتر حاجة طبيعية مضادة للالتهاب موجودة، بتستخدم في علاج المفاصل بشكل كبير جدا، ودلوقتي بقى الترند العالمي ان هم يحطوا الكركم مع أي حاجة ليه علاج المفاصل. المشكلة الوحيدة في الكركم ان هو ما بيتاخدش مع الناس اللي بتاخد علاج لسيولة الدم. الكركم الناس كتير بتفضل ان هو تجيبه وتجيب معلقتين ويحطوه على كوباية مية ويغلوه ويشربوه، كان ده موجود وممكن تعمله في البيت هيكون أرخص كتير، لكن أنا دايما بفضل الكبسولات لأن هي بتكون أسهل في الاستخدام. بعد ما خلصنا الحاجات دي بقى عندنا حاجة واحدة اللي هي أنت محتاج تستخدم حاجة يكون فيها مسكن للألام، أي حاجة عندك فيها إيبوبروفين زي السبيدفين زي الأركوكسيا تكون قوية شوية لو الألم كان قوي. ولو هتقولولي على حاجة مكمل غذائي ممكن استخدمه وأنا عندي التهاب مفاصل مع الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، هيكون الاختيار الأول هو أوميجا 3، لأن الأوميجا 3 من الحاجات الكويسة جدا لما بنديها مع حد عنده التهاب في المفاصل بتريحه كتير جدا جدا جدا. دي روشتة كاملة ومتكاملة للناس اللي عندها التهاب المفاصل من المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية. أشوفكم على خير في حلقة جاية من جوه الصيدلية. كان معاكم عمرو أبو بكر، في رعاية الله.